السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل موضوع نظريات مفهوم الموهبة، وأتناول الآن نظرية أخرى وهي من النظريات المهمة والمشهورة، وأظن كثير من اللي يتابعونا في هذه المادة يعرفونها، لكن لابد من الناتي عليها حتى لو كانت مشهورة، وهي نظرية غاردنر. نظرية الغاردنر من أكثر النظريات التباساً على الناس في فهمها، على الرغم أنها من أكثر النظريات انتشاراً في الميدان التربوي، بل لا أعرف نظرية في الميدان التربوي حظيت بانتشار واسع كما حظيت نظرية غاردنر. غاردنر أيضاً مثل زملائه أو مثل الباحثين في علوم الذكاء لا يرى الذكاء أنه شيء واحد، وإنما اتجه إلى الذكاء المتعددة مثل ستينبرغ. ستينبرغ تذكرون معي يتحدث عن 3 أنواع من الذكاء. غاردنر أيضا يتحدث عن أكثر من 3 أنواع، إلى 8، 9، 10 أنواع من الذكاء. ولعلي أبدأ بالحديث عن غاردنر بأن أستعرض أنواع الذكاءات اللي الشهيرة وهي 8 أنواع من الذكاء، ثم أتحدث عن كل نوع من الذكاء بشيء من الاختصار، ثم أنوه فيما أعتقد قضايا مهمة جدا في فهم هذه النظرية. الذكاء الأول عند غاردنر الذكاء اللغوي أو اللفظي، الذكاء الثاني الذكاء الرياضي أو المنطقي، الذكاء الثالث هو الذكاء الفضائي أو التصوري أو التناغمي أو المكاني بحسب الترجمات، الذكاء الرابع هو الذكاء التناغمي أو الموسيقي، بعض الترجمات يسمونه الموسيقي أنا أسميه التناغمي، الذكاء الخامس الذكاء الجسدي أو الحركي، الذكاء السادس الذكاء الاجتماعي، الذكاء السابع الذكاء النفسي الداخلي، الذكاء الثامن الذكاء الطبيعي. هناك ذكاء روحي وهناك ذكاء وجودي. غاردنر لا يعدهم ذكاء لكن أنماط ذكاء مختلفة، لكن هذه أنماط الذكاء أو أنواع الذكاء الثمانية الرئيسة. هذا الشكل العام اللي أنا أضعه، هي موزعة. القضية الأولى اللي أريد أن أؤكد عليها قبل أن أتحدث عن تفاصيل هذه أنواع الذكاء، ولا دعوني أتحدث عن تفاصيل ثم أتحدث عن القضايا الرئيسة في الذكاء. الذكاء عموما تهتم المدرسة والبيت أيضا بنمطين من الذكاء، الذكاء اللفظي والذكاء المنطقي. الذكاء اللفظي والذكاء المنطقي هما اللذان يحققان النجاح المدرسي أو النجاح الأكاديمي. معظم اختبارات التحصيلية تؤكد على هذا النمطين من الذكاء، بل اختبار الذكاء العام يؤكد على هذا النمطين من الذكاء مثل موكسلر أو بني أو غيرها من الذكاءات التي تقيس الذكاء العام تؤكد على هذا النمطين من الذكاء. الذكاء الجسدي الحركي والتناغمي والمكاني هي ذكاءات ترتبط بالفنون بشكل عام مختلفة. الذكاء الاجتماعي والذكاء الذاتي يرتبطان بالغالب بالعلوم الإنسانية، والذكاء الطبيعي يرتبط بالأحياء وعلوم الأرض. نأخذ تفاصيل أكثر أمامكم الآن جدول. اللغوي واللفظي كيف نستكشف الطلاب اللي يتميزون بهذا النوع من هذا الذكاء؟ دائما نجدهم يهتمون باللغة، أو يتعلموا اللغة نجد التعلم سريع جدا بالذات الجوانب اللفظية أو المكتوبة، يتلاعبون بالكلمات بعضهم يعني شافون بعض الأطفال في الصغر مجرد يقول كلمة يحاول يقلبها لك، يحاول يغش في الكلمات وغيرها، يحب القراءة، يحب الكتابة،
يحب سرد القصص، هذه كلها مؤشرات لذكاء لفظي أو لغوي. مجال الإتقان الكتابة، كتابة الشعر، تعلم اللغات، استخدام الكلمات في أماكن مختلفة، التعبير عن الذات بشكل مهم، فهم اللغة المكتوبة والمنطوقة، يفهم معاني الكلمات بشكل جيد، تطويع اللغة لتحقيق أهداف محددة. من يتميز بهذه النمط من الذكاء؟ الكتاب، المحامون، الخطباء يحتاجون هذا النمط من الذكاء. لذلك أي من هذه الوظائف أو غيرها ذات العلاقة إذا كان تميز بهذا النمط من الذكاء تجد تميزه عالي جدا، يكون مؤثر بدرجة عالية. فعندما يتوجه أحد الأفراد ممن يتميز بهذا الذكاء إلى واحد من هذه المهن سيبدع ويتميز عن الآخرين. لا يعني أنماط أخرى من الذكاء ما ينفع في هذا المجال، لكن سيكون إنتاجيته أقل من هؤلاء الأفراد. الذكاء المنطقي غالبا تجد ميوله للأرقام، يحب الأرقام، يتلاعب بالأرقام، أيضا يجد إيجاد علاقات، يربط بين شيء وشيء، شيء وشيء، يجد ارتباط بين الأشياء، يستطيع إيجاد المتلازمات، إن وجد كذا فهو يوجد كذا، إن وجد كذا فهو يوجد منطق الأشياء، قدرته على تحليل الأشياء بشكل منطقي عالي جدا. هؤلاء مجال إتقانهم في الرياضيات، في المنطق، في السبب والنتيجة، يربط بين السبب والنتيجة، حل المشكلات عالي، في حل المشكلات ذات الطابع التدريجي المتسلسل المنطقي. هؤلاء غالبا يكونون اللي يتميزون بهذا النوع من الذكاء يتميزون أفضل لو وجهوا إلى علوم الرياضيات، علوم الفيزياء، وأيضا محققين في النيابة العامة أو المحامي أو القضاء. القضاء أيضا يعني متميزين في هذا الجانب، أو يفترض أن يكون عندهم هذا النمط من الذكاء. الذكاء اللفظي والذكاء المنطقي بينهما ترابط عالي جدا. في كثير من الدراسات العلمية أثبتت هناك ارتباط عالي. المرتفع في هذا النمط من الذكاء يكون أيضا لديه نسبة ذكاء عالية في النمط الآخر من الذكاء. الذكاء الثالث التصوري أو المكاني، وهو يميل يعني في سن مبكرة إلى تركيب الأشياء، في البناء الأشياء، أي شيء يشوفه في الأرض حاول يركبه ويبنيه ويكون منه شكل معين، يصمم مباني، يرسم أشكال، مو بلابد تكون رسمة دقيقة وجيد، لكن يحب يضع أشكال ثلاثية الأبعاد، يشكل صور خيالية، يضع مواقف افتراضية، يتصور مواقف حياتية. لما تتحدث معه عن شيء يكون في ذهنه صورة خيالية متكاملة عن الشيء. لما يكون على الأرض وتصف له القمر يذهب معك إلى القمر. لما تكون هنا في السعودية وتصف له النمسا وهو لم يزر النمسا يتصورها بشكل بثلاثية الأبعاد، بالدايمنشنز، الأبعاد الكاملة لها، يتصور المكان كامل. لما تسرد له قصة يتصور الأفراد والشخوص وتعبيرات الوجه والمكان وشكل البيت، حتى ممكن التفاصيل يتصورها. من هؤلاء؟ المجال الإتقان التخيل، الرسم، التصميمات الهندسية أو الجمالية، تمثيل ما يمكن أن يقوم به الآخرون أيضا. ما هي المهن الأفضل لهم؟ أكيد المهندسون، النحاتون، لاعبي الشطرنج أيضا، لأنه يتصور خطوات قادمة. نوع رابع من الذكاء التناغمي، وكما ذكرت سابقا يسمى أحيانا أيضا الموسيقي. مجال الميول الأصوات، الجرس التناغمي أو الموسيقي، الإنشاد. تحب تشوف الفرد بمجرد أن يسمع كلام حتى لو نثري ممكن يحوله إلى
نشيد أو شعر، بمجرد نسمع كلام موزون يحفظه بسرعة ويردده، يطرب كثيرا للإنشاد أو للغناء أو للموسيقى أو للأصوات التناغمية. هؤلاء يجيدون تمييز الأصوات، يعني قدرة عنده على تمييز الصوت هذا من الصوت هذا. يعني في أفراد لا يعني يحتاج وقت طويل حتى يميز الأصوات فيما بينها، هؤلاء يستطيع أن يميز بين الأصوات، يميز بين النغمات، يميز بين المستوى النغمة أيضا، وأيضا يتلاعب بالأصوات وقدرة على إنشاء الألحان ليؤلفون الألحان. هلا من؟ المغنون، الملحنون، المنشدون، بل أهم من ذلك كله القراء أيضا يجدون هذا النوع من نوع الذكاء التناغمي. النمط الخامس من أنماط الذكاء النمط الاجتماعي، وهو التعامل، يعني مجالات الميول يميلون للعمل مع الناس، حتى مع الناس، حتى في الدراسة يقول ودي يكون مع مجموعة من الناس، ما يحب يذاكر لوحده، يحب يتعامل مع البشر. ده يعني لما يكون لوحده هذا يحس بضيق شديد جدا، يبحث عن آخرين، يستطيع حطه في أي بيئة وهي يتعايش معها، بالضبط ينسجم معها لكن يستطيع أن يتعايش معها، يكون علاقات، صاحب علاقات، وين ما يكون عنده علاقات، علاقات ليست دائمة طويلة المدى لكن حتى لو علاقات مؤقتة يحيي المكان الذي يعيش فيه. هؤلاء يفهمون الآخرين بشكل جيد، مجال إتقانهم يفهمون الآخرين، يحب يعرف ما الذي يحب فلان، ما الذي يكره فلان، يستطيع أن يميز بذلك، عنده روح قيادية عالية، عندهم قدرة على التنظيم، تنظيم الآخرين، لديهم قدرة على التواصل اللفظي والأدائي الحركي وأيضا الجسدي العالي مع الآخرين. يفترض هؤلاء يكون يعني من المهن التي تحتاج إلى هذا النمط من الذكاء، وليس بالضرورة من يكون في هذه المهنة هو من يتسم بهذا الذكاء. هؤلاء مثل المعلمون، المستشارون، القادة السياسيون، أي هؤلاء كلهم يحتاجون إلى هذا النمط من الذكاء الاجتماعي. نوع سادس النفس الداخلي، بعضهم يسميه الذاتي، الذكاء الذاتي. هؤلاء يميلون إلى العمل منفردين، نقطة قوتهم الحقيقية أن يستطيع تمييز قدراته، مواطن قوة الشخصية ومواطن ضعفه، فهو يستطيع أنه يميز وين يضع نفسه فيه. هؤلاء تجد ردة أفعالهم هادئة بطيئة جدا، ردود أفعالهم ليست سريعة، ردود أفعالهم بطيئة هادئة، يتسمون بالهدوء أيضا، عندهم استغراق عالي في أحلام اليقظة، فهم مجال الإتقان عندهم يفهمون قدراتهم الشخصية، وأيضا لديهم فهم في قدرات الآخرين، وأيضا يفهمون ماذا يحتاجون إليه بدقة، عندهم مجال إتقان عالي وهو التفكير المتعمق، عندهم يعني باستمرار يحللون الشخصيات، باستمرار يتفكرون في ذاتهم، لذلك هم عندهم قدرة على التفكير متعمق. ما هي القدرة الأخرى بالنتيجة ذلك؟ عندهم قدرة عالية على التخطيط وخيال واسع. هؤلاء غالبا الصف الثاني من القيادة، أقصد بالصف الثاني هم اللي يصنعون الحدث وليس هم من يقدمونه، هم الذين يصنعون الخطط، هم اللي يصنعون الخطط الاستراتيجية، هم الذين يضعون الرؤى للدول أو للمؤسسات، قد ما يكونون هم على رأس الهرم لكن هم الذي يصنعون هذه الرؤية الاستراتيجية أو يصنعون القرار أساسا،
ويقدمه أشخاص آخرون. الذكاء السابع أو الثامن، الذكاء السابع الذكاء الطبيعي، وهم مرتبط بالكائنات الحية. هؤلاء يميلون إلى الحيوانات، إلى النباتات، إلى الزراعة، إلى البيئة، يحبون البر، يحبون يتعاملون مع هذه الأشياء بشيء بدرجة عالية من الحب. مجال إتقانهم التصنيف، تصنيف الحيوانات، تصنيف النباتات، يتعرف على النبات كلها، يعرف أنواع التمور، يعرف أنواع الشجر، أنواع الحيوانات، يعرف الذكر من الأنثى، يعرف هذه إذا كان عنده قطيع من الأغنام يقول هذه فلان وهذه فلان وهذه فلان، يعني يستطيع أن يسمي كل واحد بذاته، إذا عنده قطيع من الجمال كذلك يستطيع أن يتعايش معهم، يحب يعيش معهم وهكذا. هؤلاء عندهم ذكاء طبيعي. من هؤلاء؟ يعني أصحاب المهن غالبا هم علماء الأحياء، العلوم الطبيعية وغيرها من العلوم، علوم نباتات، علوم علماء الأرض الجيولوجيا. هؤلاء يجدون هذا النمط من أو يحتاجون لهذا النمط من الذكاء. النمط الثامن هو النمط أو نمط الذكاء الجسدي أو الحركي. هؤلاء حركيين بطبعهم، يعني لديهم حركة زائدة، لديهم لم قدرات يدوية عالية، لديهم تسليم وتسلم تسليم وتسلم الأشياء، الحركة الإرادية لجسدهم عالي. باختصار يديرون قدراتهم الجسدية الكبيرة منها اليدين والأقدام والجسد، أو الدقيقة منها الأصابع واليد والكتابة والرسم وغيرها بدقة عالية في إدارة القدرات الجسدية بشكل عال. مجال قوتهم أو إتقانهم التحكم بالعضلات الجسم، أداء الحركات الجسمية الدقيقة والمعقدة، تركيب وبناء الأشياء. هؤلاء من؟ لعب الكرة بأنواعها المختلفة، أيضا النحاتون، الخياطون، أيضا الجراحون اللي يستخدمون يدهم بشكل دقيق جدا. هؤلاء كلهم يحتاجون إلى هذا النمط من أنماط الذكاء، هذا النمط من الذكاء الحركي أو الجسدي. سؤال عام، يعني ما وليس سؤال للمناقشة، لكن سؤال عام: هل كل إنسان لديه نمط واحد من أنماط الذكاء الثمانية ذكرناها، أم لدينا أنماط كلها؟ إجابة: لدى كل إنسان هذه الأنماط الثمانية، ولكن الاختلاف فيما بينه في درجة هذه النمط من الآخر. أي بمعنى، قد يكون أنا عندي نمط الذكاء المنطقي عالي، لكن مصعب عنده نمط الذكاء المكاني عالي، عنده نمط الذكاء الوجودي عالي أو الطبيعي عالي، لكن عنده ذكاء التحليلي، عنده ذكاء المنطقي أو التحليل المنطقي أو اللفظي، عنده ذكاء المكاني، عنده الذكاء الجسدي، لكن بدرجات مختلفة. قد يكون الإنسان بهذه الصورة، ذكاءاته قد تصير بهذه الصورة ارتفاعا. وعندما نعمل مقاييس، هناك مقاييس تقيس هذه القدرات الإنسانية الثمانية، تعمل يمكن ترتيبها بنمط مرتفع تدريجي. لا يوجد إنسان لا يوجد عنده نمط من أنماط الذكاء هذه إطلاقا، كلنا عندنا أنماط هذه، لكنها تتدرج بهذا الارتفاع تدريجيا. لكن مجال الذي يمكن أن يتميز فيه مصعب على سبيل المثال سيكون في أي مجال، مجال الذكاء المكاني. لو وضع في مجال المنطقي كمعلم قد ما ينتج بالدرجة التي يمكن أن ينتج فيها لو وضع في مكان يتطلب الذكاء المكاني، لكن قد يكون معلم مناسب جيد، تذهب لا تقول الله يؤدي عمله، لأن عامل آخر لديه وعامل
الالتزام بالمهمة عامل شعور بالمسؤولية يحاول يطور من نفسه، لكن سيكون في مجال الإنتاج الإتقان. لكن لو كان في المهنة التي هو يمتهنها في مجال نمطه الذي هو يتميز فيه، سيكون إتقان زائد تميز، يتميز بشكل أفضل. ومن هنا يكون أهمية التعرف على نمط الذكاء لتوجيه القدرات. عندما يكون الأب في البيت أو المعلم أو الأفراد المربين في موقع توجيه الشباب أو الفتيات إلى المهن الأفضل لهم، من المهم جدا أن تعرفون على نمط الذكاء اللي يعرف هذا الفرد. وكثير من الأفراد، كثير من أبنائنا وبناتنا ذهبوا إلى مجالات علمية لا تتناسب مع قدر مع نمط ذكائهم، فقط لأن حاصل على درجة قدرات عالية في اختبار القدرات، ودرجة عالية في التحصيلي، ودرجة عالية في اختبار المدرسة، فهذا ودوه الطب، وهذا ودوه مهندس، وهذا ودوه كذا، بناء على اختبارات خارج نطاق قدراته وأنماط الذكاء التي لديه. نقطة مهمة أريد أن أؤكد عليها في هذه النظرية، غاردنر لا يقول كما يعتقد كثير من الناس أن كل أفراد موهوبين أو كل الناس موهوبين. غاردنر يقول أن كل منا لديه مجال تميز عن في مجال معين عن مجالات الأخرى، أي أن عندنا أنماط ذكاء، الذكاء ليس ذكاء واحد بل ذكاءات متعددة. أنت يا فرد أو أنت يا أب، حاول أن تتعرف على نمط ذكاء أبنائك، وحاول أن تقدم لهم ما يتناسب مع هذا النمط من الذكاء. هذه النظرية مهمة جدا جدا للمعلمين في التدريس، مهمة جدا جدا لأولياء الأمور في كيفية توجيه قدرات أبنائهم، مهمة جدا جدا للمؤسسات التي توجه القدرات أو الأفراد لمهن معينة، في الإرشاد النفسي، في الإرشاد المهني، في الإرشاد المهني. هذه مهمة جدا في غاية الأهمية. قد يكون موهوب أو فرد متميز في ذاته ولكن في نمط معين من الذكاء، لكن ليس بالضرورة أن يكون موهوبا، لكن هذا النمط من الذكاء هو الأفضل لديه، وليس الأفضل على الإطلاق، ولا يقع من ضمن أفضل 1 أو 3% أو 10% من بين الفئة الموهوبة، لكنه يتميز بهذا النمط من الذكاء في ذاته وليس على الإطلاق، وليس بعينة أو بجهة معيارية أعلى من ذلك. أقف هنا في هذه الحلقة أو في هذا اللقاء السادس يبدو لي، وأطرح التساؤل التالي كتساؤل للنقاش في المنتدى، وهي: أي النظريات المذكورة تشعر بأنها الأقرب إلى مفهومك الشخصي للموهبة ولماذا؟ أعيد مرة ثانية: أي النظريات المذكورة تشعر بأنها الأقرب إلى مفهومك الشخصي للموهبة، يعني اللي كانت قريبة منك تشعر أنها مناسبة، ثم أذكر لي لماذا؟ أشكر لكم حسن استماعكم واهتمامكم، وأشكر لكم تفاعلكم معنا في المنتدى، وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.